مشاهدينا الكرام، وهذه الفقرة السياسية اللي أعتقد إنها يعني محور اهتمام تقريبا معظم الشعب المصري ومعظم الشعوب العربية الحالية المهتمة بالوضع الراهن في مصر. الكثير يدعو إلى العصيان أو الإضراب، الإعصار المدني أو الإضراب في أكثر من تنظيم ثوري، حوالي 35 تنظيم ثوري بيدعو إلى هذا العصيان المدني أو الإضراب، والكثير أيضا يدعو لأ، مصر ليست محتاجة إلى هذا العصيان المدني أو هذا الإضراب، مستقبل مصر أهم، بناء مصر أهم، الفترة الراهنة محتاجة مننا تضافر الجهود لتحقيق التنمية بمصر. الخطوات والرؤى تختلف من فرد لآخر في مصرنا العزيزة. هنحاول اللي احنا نضع ايدينا ونضع ارجلنا على اول الطريق للفهم، لان فعلا حصل التباس كتير جدا جدا في ما بين الجماهير في فهمهم للامور الحادثه حاليا، وده من خلال لقائنا بالخبير المحاط في العلوم السياسيه الدكتور محمد نور. اهلا بك. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نبتدي بلقائنا بالدكتور محمد، معنا اتصال تليفوني من السويس، الاستاذ زميلنا ايهاب ويليام. اهلا بيك معنا يا ايهاب. ايهاب صباح الخير. ايهاب معنا على الخط. ايوه محمد، صباح الخير يا ايهاب. صباح الخير، ازيك يا محمد؟ الله يخليك. طمنا عن اخر مسجدات عندك في السويس ايه؟ والله يا محمد الاوضاع هاديه في السويس بقالها بالظبط 3 ايام دلوقتي، واعتقد انه انتهاءات القوى السياسيه والتيارات والتكتلات وبرضه بعض الاحزاب ذات الشعبيه الكبيره اسفرت عن تهدئة كاملة. أيضا أعتقد أن انتشار قوات الجيش الثالث الميداني وعودتها إلى محيط مديرية الأمن ومجمع المحاكم وديوان عام المحافظة وغيرها من المنشآت والمرافق الحيوية والمهمة، ده كان ليه صدى كبير في استعادة روح الأمن في محافظة السويس، وأكيد أن هذه المنشآت هي ملك للشعب وأنها مسؤولية القوى الحاكمة من جهة والقوى الشعبية والتيارات واللجان الشعبية أيضا التي تم تشكيلها من جهة أخرى. اللي أحب أذكره أيضا محمد أنه كان في اجتماع حاشد الحقيقة لقبائل من محافظة السويس اللي بتسكن بعض المناطق البدوية، أكدت على أنها لا دخل لها أي أعمال عنف مما جرت خلال بدايات هذا الأسبوع، كما أنها تشارك بشبابها وبرجالها في اللجان الشعبية لتحفظ الأماكن الحيوية والمهمة ومداخل ومخارج المحافظة، وده برضو بدون سلاح ولكن بشكل يجعل هذه الأماكن في جزء من الأمان، وأن في نفس الوقت بالتنسيق مع مديرية أمن السويس اللي أعادت نشر قوات كبيرة ليها سواء المرور أو قوات المرافق العامة أو غيرها. أعتقد أن الشعور بالأمان عاد بنسبة كبيرة محمد في أنحاء محافظة السويس. إيهاب ده خبر مطمئن جدا. انا كان ليا استفسار مش عارف يعني او سؤال عايز اساله لك. سيد محافظ السويس من انشط المحافظين واقربهم الى الشارع، وياما شفناه وهو مع اهالي الشهداء ويعني وفي الشارع متواجد مع المواطنين، كنت اعتقد ان هذه اللمسه من القياده التنفيذيه مع الشعب ومع الجانب الانساني يستطيع ان يحتوي الازمه باسرع من كده. ماذا حدث علشان تتفاقم الأزمة في السويس لأكثر من يوم؟ يمكن انت تابعت محمد تفاقم الأوضاع كان في أثر ما حدث في محافظة بورسعيد وما اعتبره جمهور ألتراس الأهلي، وخصوصا ان ليهم قاعدة كبيرة في محافظة السويس حاليا، اعتبروه كمين دبروا الأمن لأبنائهم من الألتراس اللي كان ليهم بعض المواقف الثورية المحفوظ ليها وبعض المواقف السياسية. ده الحقيقة أدى إلى تصاعد حدة المواجهة بين هؤلاء الشباب، وانضم اليوم عدد من الشباب التكتلات السياسية وغيرها حاولوا اقتحام مديرية الأمن أو ما يرون أنه انتقام لأرواح زملائهم من الشهداء. لكن الحقيقة زي ما أنت قلت بالضبط، القيادة السياسية في السويس والتنفيذية وحتى مدير أمن السويس الحقيقة هو نموذج للتواصل مع الشباب ونموذج. تمام. بالظبط بالظبط، لدرجة اني عايز اقولك انه مثلا على مدار الشهور الماضية بالكامل ويوم احتفالات 25 يناير عيد الثورة الاول كانت التظاهرات في السويس سلمية تماما، وكان الجميع بيؤكد على سلميتها وانه لا تخريب لاي منشأة عامة. ربما هذه الروح التي سارت عقب احداث بورسعيد هي اللي ادت لتفاقم هذا الوضع وادت لنوع من المواجهة، زي ما بقولك البعض اعتبر ان هذه المواجهة هي انتقام وثأر
لأرواح زملائهم من الشهداء، فيما عدا ذلك لا أعتقد أن السويس كان فيها أي نوع من الزخم اللي يتسبب فيه مثل هذه الأعمال التخريبية أو المواجهات مع الأمن. لكن الحمد لله دلوقتي الأمور هادية تماما. تماما يا محمد، وما فيش غير البعض بقى اعتصامات قوية عادية، البعض في ميناء العين السخنة، البعض في محيط مديرية التربية والتعليم، يعني بعض الطلبات الفئوية اللي احنا اعتدنا عليها في الأيام السابقة، لكنها لا تشكل أي نوع من المواجهة سواء مع الأمن أو مع أي أجهزة تنفيذية. تمام، شكرا ليك يا إيهاب، واحنا في انتظارك عشان عندنا نشرة النهاردة، يعني فجلنا بسرعة شوية. فاحنا هنستكمل برضو متابعتنا الاحداث وهنتكلم في بورسعيد زميلتنا منال بدوي. منال صباح الخير. لسه اللقاء مش جاهز. طيب ارجع تاني للدكتور محمد نور. انا عايز اخد من جملة وانا تعمدت اسأل السؤال ده وتسمينا هافية، وهو القيادة السياسية ممثلة في السيد المحافظ في السويس تحديدا كانت بعد ثورة يناير قيادة سياسية شعبية، بل على العكس احنا كنا نتلمس ان السيد المحافظ يعني بيتعامل مع اولاد الشهداء برحمة غير عادية، ومع زوجاتهم ومع اهليهم، مع الشارع السويسي بهذا الشكل. كذلك الامر بالنسبة لمدير امن السويس، قيادة شرطية بمفهوم عصري، لانه انسان برضو فيه قدر من التفهم الانساني غير العنجهية الشرطية بتاعت زمان. ولكن على الرغم من كده لما تفاقمت الامور بعد احداث بورسعيد كان في السويس بشكل غير عادي ومحاولات لحرق مديريه الامن والى اخره. في 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 حاجه كده مش مفهومه نقدر نفهمها دكتور محمد. يعني انا هقول لحضرتك، اولا بالنسبه للجزئيه اللي حضرتك عرضتها من شويه، فعلا في متغير دخل في العلاقه. هل الوقت هذا المتغير استطاع ان يكسر حاجز الثقة المتبادلة بين المحافظ ومدير الأمن وبين الثوار، ولا استطاع في شيء آخر هو اللي عمل كده؟ لو جينا بصينا أو حللنا الموقف هتجد حضرتك أن مشجعين النادي الأهلي لهم مشجعين في السويس. طيب الثوار بتوع السويس ما زال حتى الآن القضايا منظورة ولم يؤخذ فيها حكم، حتى ان المتهم في قضايا قتل السويس كان اخلى سبيله ثم حصل مشكلة وهكذا. ولكن الشعب السويسي يجد ان السيد محافظ السويس او مدير الامن يتعامل معاهم باسلوب مختلف تماما قبل ثورة 25 يناير، وان في فكر فعلا سياسي شعبي. طيب المتغير اللي طرأ هنا ان انا كاحباط اصبت باحباط في وعود القيادة، يعني السيد المحافظ مثلا مش قادر يقول انا يعني هجيب لكم حقك من القضاء او من الناس اللي قتلت. طيب انا في نفس التوقيت ان مدير الامن اعلن والله ده ان في ناس مندسين احنا استطعنا ان نرصدهم قتلوا اتنين، مش احنا اللي قتلناهم. طيب الوضع ده كله او المتغيرات اللي داخلة على العلاقة بينهم هي دي اللي استطاعت ان تؤثر في سلبية العلاقة، ولكن لا نقول سلبية بمعنى الشامل ليها، ولكن استطاعت ان تؤثر لحد ما في العلاقة. طيب الحل هنا او الجزئية هنا في ايه؟ الجزئية هنا ان زي ما احنا يعني بنسمع دوما ان هناك عقلاء يستطيعوا ان يبسطوا ارائهم او يحشدوا الجماهير في اطار معين. العقلاء دول اللي بيستفيد منهم دلوقتي فعلا هو اللي بينجح. يعني لو قلنا ان القيادة الموجودة في المحافظة استطاعت ان تأتي بهؤلاء العقلاء او ما يكونوا مصادر ثقة بين الشعب او الثوار، او ان هؤلاء العقلاء يكونوا هو همزة الوصل بين ادارة او يستطيعوا ان يديروا الازمة معينة بين المتخذ القرار وبين الشعب، هو ده اللي بينجح العلاقة. عشان كده حصل في السويس يمكن لما الامور هديت والوقت زي ما المذيع قال من شوية المراسل قال من شوية ان فعلا الهدوء بقى له 3 ايام وان الامور مستقرة، ده نتيجة ان في تدخلات تمت ونتيجة ان في اقناع، ان في ناس مندسين يحاولون ان يوقعوا بين الشعب وبين قياداته، وهذه هي المرحلة المطلوب فيها للعقلاء ان يتواجدوا بين الثوار وبين الشعب، لان لو تركنا العقلاء دول هيدخل مندسين لا تعلم ماذا اغراضهم، لا تعلم قدرتهم على الحشد، لا تعلم ما هي الاجندات ليهم وهكذا. يعني فالحل ان يكون دوما موجود ناس مصادر ثقة، هذه المصادر تستطيع ان تؤثر او تحشد الجماهير في الاتجاه الصحيح. من نفس المنظور اللي سيادتك اتكلمت فيه دلوقتي، وهو
صدور احكام ببراءه نظرا للاوراق المقدمه في القضيه، لا يرضي الثوار ولا يرضي اهل الشهداء بالتاكيد. ولكن هل معنى ده لنا اطالب القضاء بصدور حكم غير عادل، ولا ارجع مره تانية لمن قدم هؤلاء المتهمين وهم ابرياء، ارجع مره تانية وادرس الامر، وهل معنى ده لنا احمل القياده السياسيه المسؤوليه ولا احمل النيابه المسؤوليه؟ السؤال بمعنى اصح يعني امتى الامور ما تتدخلش مع بعضها كلها مع بعضها؟ لا احنا عايزين نوجه هنا في خطأ، الخطأ ناحية ايه؟ ناحية من وجه له الاتهام او من وجه الاتهام لدول، وبالتالي بني حكم البراءة. ذنب المدرية ايه؟ ذنب المحافظ ايه؟ ذنب الناس انها تقف ايه؟ امتى من الممكن ان يعني ننضج بتفكيرنا للوصول للهدف بأقرب طريق؟ تمام، هو زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، ان كل يعني كل قضيه بيبقى امامها معطيات امام المحكمه، هذه المعطيات تختلف، يعني في واقعه معينه تختلف عن الواقعه الاخرى عن الواقعه التاليه، فتجد ان في واقعه معينه تاخد حكم معين وواقعه تاخد حكم معين وواقعه تاخد حسب ما هو معروض على المحكمه. المحكمه لا تنظر لاشخاص او لا تنظر الى اسماء، هي تنظر الى واقعه حدثت ان فلان او مجني عليه او مجني لا يعنيها من او ذاك يعني. فبناء عليه فان الصوار زي ما حضرتك بتقول يعني الوقت هو غير مقتنع بان هذه البراءه، او غير مقتنع هو فعلا عنده قتيل وعنده مجني عليه يريد ان ياخذ القصاص، لم يجد القصاص او لم يجد من يشفي غليله. طيب يبقى الحل هنا ايه؟ يبقى الحل هنا ان طالما انا ثقت في القضاء، وطالما انا ثقت في كشعب في السلطه القضائيه وهي سلطه مستقله ولا يوجد تدخل فيها، خلاص يبقى انا هنا اسلم بحكم القضاء. ولكن الاشكاليه هنا فيما يقدم للقضاء من اتهامات، يعني بمعنى ان الدعوه طلعت للمحكمه بناء على حاله عامله ازاي. صحيح، انا ده اللي بقصده من كلامي، هو النظر بالموضوعيه اين نقطه الضعف لتقويم هذه النقطه، ولكن ما ناخدش كله على كله والامور كلها تبوظ من ناحيتنا. لا، دي مرحله من مراحل النضج يجب ان احنا نتخطاها ونصل بالظبط. عايز استدل من ده على ميدان التحرير وشارع محمد محمود. شارع محمد محمود اعتراض عما حدث، تحميل الداخليه مسؤوليه عما حدث، وبالتالي مقاومه رمز الداخليه في مقر الوزاره بشكل اتفقنا ام اختلفنا، ولكن دي وجهه نظر الشباب الموجودين. الى هذا هناك مبرر منطقي، ولكن هل هناك مبرر منطقي لنا احرق يعني بابنا مصلحه الضرائب وامنع عربيه المطافي انها تيجي؟ هل ده في منطق برضه؟ طيب يعني خليني اقول لحضرتك من الاول كده ان الاحتجاجات دي، اي احتجاج يعني اساتذه العلوم السلوكيه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الطفل الصغير لما بيتولد لما بتلاقيه بيعيط وهو بيرفص برجله فده احتجاج، هو محتاج، ولما بيضحك وبيبقى بيلعب ومبسوط وبيسقف يبقى ده تأييد، فمظهر الاحتجاج موجود في السلوك للبني ادم اول ما بتولد. اساتذه علم النفس بيقولوا والله لما بيحصل ان الغضب الكامن جوه الانسان ما بيستطعش ان يطلعه، فممكن ان هو يتجه انه يطلعه بعنف لانه مش لاقي الوسيله انه يطلعه. في العلوم السياسيه عندما يعجز المواطن بقى عن وجود وسيله وسيطه بين وبين الحاكم او متخذ القرار، سواء هذه الوسيله كانت النقابات او الاحزاب او الجمعيات، كل هذه عاجزه عن ان تكون وسيله لنقل الصوره، هنا بيحصل العنف. ولازم هو مبرر هنا ليه؟ لان مفيش وسيله يستطيع من خلال هذا الشاب وهذا السائر ان يعبر عن الاحتجاج. طب هو يعمل ايه يعني؟ انا لو انا رفعت يافطه واعتصمت وقعدت وسويت واتكلمت ومفيش حاجه، ماذا يفعل؟ هنا في عجز المواطن عن الحصول على حقه، او عجز المواطن عن وجود وسيله تعبر عن رايه، سواء الاحزاب او لما جينا قلنا يا جماعه خلاص ان اصبح الوسيله المتواجده هي مجلس الشعب، وهي الوسيله اللي انت اخترتها وبناء عليها لا تستطيع ان تاتي بالحقوق، ما زالت هي اول مؤسسه دستوريه منتخبه موجوده في مصر. هنا هذا طبعا في اجراءات معينه بتحكم عمل مجلس الشعب، وتجد ان الاجراءات فيها لجان تقصي حقائق و فالناس اللي في الشارع متسرعين او هما مش قادر يستنى هذه الاجراءات،
مش قادر يستنى هذه التوصيات اللي ولجنة التقصي وهكذا. لا ده انا شايف ان انت يعني عجزت عن ان انا توصل لي رؤيتي او تجيب لي حقي دلوقتي حالا، انا صبرت سنة واثنين وهكذا او شهر اثنين ثلاثة اربعة، فانا اعمل ايه؟ فاضطر هو بعقليته ان هو يتجه للعنف. طيب لو جينا بصينا على خاصه انه لم يكن هناك نتائج على الفتره السابقه بالظبط، هو الاحداث اللي فاتت ما فيهاش متهم واحد، هو ما لقاش نتائج ملموسه على الارض يستطيع ان يقول ان فعلا اتمسك. ولكن هل هذا مبرر ان احنا نحرق يعني مؤسساتنا، نحرق مبانينا؟ طبعا ده طبعا مش مبرر خالص، لان ده ادى الى يعني الى وجود السلبيه او السلبية العنف، هو هذا هو السلبية العنف اللي هو اثرت على مصالح المواطنين. الدستور عندما وضع ان حق التظاهر والسلمي متوفر في الدستور هو لا يعني الفوضى، ده ادى لفوضى، لا يعني تعطيل مصالح المواطنين، لا يعني هدم مؤسسات عامة، لا يعني ان انا استطيع ان احرق وان ادمر، لان ده ملك الشعب وليس ملك الـ وهندفع ثمن، وهندفع ثمن بالظبط بالظبط. هنكمل حديثنا ولكن بعد ما يعني حان وقت اذان الظهر طبقا التوقيت المحلي مدينه الاسماعيليه، ونستكمل باذن الله حديثنا مع الدكتور محمد. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة القائمة. هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضل.
الفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أهل بكم جديد ومتابع برضو متغيرات على الساحة السياسية، ومعانا زميلنا سعد التبعي من بورسعيد. سعد صباح الخير. صباح الخير محمد، الله يخليك. طمني عن المستجدات عندك في بورسعيد ايه؟ يمكن الحمد لله الحالة في بورسعيد يعني هناك حالة من الاستقرار الأمني، خاصة مع الأمس بدأت الحملات الأمنية المكثفة من قوات الشرطة والقوات المسلحة تجوب مرة أخرى أنحاء المدينة للقبض على بعض البلطجية المنتشرين. أعتقد بالأمس شاهد كل المواطنين كل هذه الحملات المكثفة، وتم القبض على بعض المتورطين في الأحداث الأخيرة، خاصة النيابة العامة أعطت العديد من الأسماء من خلال الكاميرات المثبتة. يمكن خلال لقائي مع مدير أمن بورسعيد بالأمس ومدير المباحث أكدوا بالفعل أن كل الأسماء التي تم القبض عليها هي متورطة من خلال الشرطة وكاميرات وسيديهات موجودة لهم في المدرج الشرقي المخصص لجماهير النادي الأهلي. أعتقد بالفعل النيابة كل الدلائل المثبتة من خلال إثباتات حقيقية، وبالتالي هؤلاء المدسين أو هؤلاء القلة القليلة لا تعبر إطلاقا عن جماهير النادي المصري العريق وجماهير وشعب أبو سعيد. طيب سعد أنت قلت دلوقتي من خلال دلائل وحقائق هيتم القبض أو تم القبض فعليا على بعض العناصر. كان في بعض الأهالي بيؤكدوا من الشباب اللي تم القبض عليهم أن أولادهم خارج هذه المنظومة تماما، هل في تعاملات أول 54 تم القبض عليهم عقب أحداث المباراة؟ يمكن لما سألت مدير الأمن بالأمس والتحريات أثبت أن هم تم القبض عليهم من الشوارع المحيطة باستاد بورسعيد، بعضهم لم يحضر المباراة، بعضهم لم يشترك، وهناك أيضا بعض مشترك في هذه الأحداث. تمام، يعني مقصودي بسؤالي ليك التأكد أن كل بريء يأخذ براءته بالفعل، مفيش داعي إن احنا يكون عندنا كمش فدة نقدمه كده بأي شكل. بالفعل محمد. طيب في تصريح سعد، في تصريح تاني من النيابة، وفي تصريح من لجنة قصر الحقائق بأن خلال الساعات القليلة سيتم القبض على الرؤوس التي دبرت لهذا الجرم. بالفعل محمد، يمكن النيابة حطت بالفعل يدها على الخيوط الأساسية الخطوط الأساسية للجناة الحقيقيين من خلال الكاميرات الموجودة، وتم بالفعل إعطاء أوامر للنيابة والمباحث للقبض على هؤلاء، خاصة بعد إزاحة القنوات الفضائية لبعض العناصر الموجودة من خلال الكاميرات ومن خلال الموبايلات المحمولة التي مع النادي الأهلي. ولكن محمد اسمح لي عايز أقول جزئية مهمة جدا لم يتطرق إليه أي أحد، وهي الجماهير النادي الأهلي صوروا كل ما بمدرج الشرقي، ولكن ليه حتى الآن لم يعطي أحد منظر جماهير أثناء الباب المغلق والتدافع؟ لماذا لم يتم بث هذه الصور الموجودة، خاصة أنها بتساعد النيابة وتساعد التحقيقات على الوصول لكل الأحداث الساد بورسعيد الجناة وكل الأحداث الموجودة، خاصة عموماً هذه الحادثة تحديداً لها مقاييس ولها أبعاد تختلف عن كل حادثة سابقة، وأنا أعتقد أنها هتكون بداية مفتاح قتل اللهو الخفي. الطرف الثالث لابد أن يقتل، وبدايته هتكون في هذه الأحداث. أشكرك جدا يا سعد. شكرا لي. أرجع تاني دكتور محمد. طبعا حادثة بورسعيد يعني المشكلة كبيرة جدا وعويصة جدا، وكل يدمع لها بل ويدمو لها، ولكن اللي بيخليني يعني مش لاقي تفسير مع كل هذه الأحداث ألاقي بعض الإعلاميين يولعوا النار أكتر ويشعللوا النار أكتر، وعايزين يبقى في فتنة ما بين جمهور وشعب بورسعيد وبين جمهور القاهرة وشعب الجمهورية. هل هذا هو دور الإعلام؟ هل هذا دور المواطن المصري في تهدئة الأمور وإعادة السيطرة مرة أخرى؟ يعني أين الوطنية؟ أين الضمير؟ أين الأخلاق؟ أين الكلام ده كله؟ فين الكلام ده؟ بالظبط فندم، هي دي فعلا آفة كبيرة جدا في هذا الوقت، ان فعلا اصبح منابر الاعلامية تأخذ من حادثة بورسعيد ان هي يعني ان اقدر اشتغل عليها شهر لغاية لما الدوري يقف،
الدولة مين اللي هيدفع الثمن يا دكتور محمد؟ بالظبط، فهو ده اللي هيدفع الثمن هو دماء أخرى، دماء أخرى، وإن الشعب المصري، وإن هناك سيحدث فتنة زي ما حضرتك بتقول بين شعب وشعب، لدرجة إن نائب عن مجلس الشعب عن الدقهلية تقدم لرئيس مجلس الشعب أول أمس بطلب إن النواب عندما يناقشوا حادثة بورسعيد فهم إنهم يقولون إن شعب بورسعيد بريء، وإن اللي أتى أتى من الدقهلية عن طريق أتوبيسات محملة، فأنا أرفض ذلك لأن شعب الدقهلية ليس له أي شيء بهذا القبيل. وبناء عليه فإن يعني التشكيك في لجام الدقهلية ولجام بورسعيد، أصل دول ضربوا بتوع الأهل، أصل دول مؤجرين، وإن شعب قرية جاية من هنا، كل ده فعلا زي ما حضرتك بتقول هي دماء أخرى ستزيد من ألطين بيلا. فإن ده يعني نأمل من الإعلام أن يكون إعلام مستنير أو يعني يرفع شأن البلد فوق المصالح الشخصية، وفوق إن هو يرضي فصيل معين أو يرضي مشجعين أو يرضي نادي أو يرضي ضميرهم، يرضي أخلاقهم، ورعى مصلحة البلد ونتقي ربنا في هذه البلد. أرجع تاني للموضوع وهو 11 فبراير واختيار طبعا 11 فبراير باعتبار أنه هو اليوم الذي تم فيه تنحي ولا نقول تخلي، أيهما أي تعبير أفضل، يعني تخلي السيد الرئيس السابق عن موقعه أو تنحيه عن موقعه. فاختيار هذا اليوم 11 فبراير علشان الإعلان حول عصيان مدني أو إضراب، أولا ما الفارق بين العصيان المدني والإضراب؟ وبعدين السؤال اللي بعد منها، ما ضرورة هذه الفكرة حاليا؟ تمام. هو في الاحتجاجات ليها أربع أنواع، يعني الاحتجاج أول نوع فيه اللي هو المظاهرات، ثم الاعتصام، ثم الإضراب عن العمل، ثم العصيان المدني، وهو أقوى أساليب الاحتجاج. المظاهرات اللي احنا كلنا عارفينها ان في مظاهرات لتندد بشيء ما، هذه المظاهرات من اجل ليس من اجل شخص ولكنها تكون من اجل سياسات وهكذا. اما بالنسبة للاعتصام فهو في حالة عدم تنفيذ ما تقوم به المظاهرات فستتحول المظاهرة الى اعتصام وران عليه، فسيتم اعتصام لحين تنفيذ المطالب، والاعتصام دوما يكون في مكان محدد او مكان معين، وهذا الاعتصام لا يعني لا يشمل قطع طرق او 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 او. الاضراب عن العمل زي ما حدث في المحلة في 2008 و2007، وهو اعلان او دعوة ان في مجموعة معينة او في قطاع معين ان هو هيضرب عن العمل نتيجة سياسات معينة او نتيجة عدم الوصول الى الحقوق، وبناء عليه فان هذا هو الاضراب عن العمل، هو فئة معينة تضرب عن العمل وتقول لن نستطيع في اضراب عن الطعام وهكذا. فالاضراب عن العمل الشق الرابع والاخير اللي هو العصيان المدني اللي هو اقوى اساليب الاحتجاجات. العصيان المدني هو يعني شلل تام للدولة، شلل تام لكل اجهزة الدولة، بمعنى ان العصيان فانت كموظف في الدولة وانا كموظف في الدولة والآخرين موظفين في الدولة، فإن هذا العصيان هو عصيان لمدنية الدولة أو عصيان للقرار الفوقي أو للحاكم أو لمن يتخذ القرار، هذا هو العصيان المدني. فالعصيان المدني هو شلل تام للدولة. ولكن من يدعو، يعني عندنا في الشق الثاني من السؤال أن اللي بيدعو هم ثلاث فئات. فئة تقول يجب أن نكون هناك إضراب في 11 فبراير لاننا نريد ان تكتمل الثوره، لاننا لسه حتى الان لم ناخذ من الثوره شيء من كل اللي احنا طلبناه وهكذا، من عداله اجتماعيه، من 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 من. الجزء الثاني او الفصيل الثاني يرى انه لا مبرر للاضراب نهائيا في 11 فبراير، لان ده فعلا سيكون له نتائج كارثيه على الدوله والاقتصاد المصري، مش ناقص الكلام ده كله، وبيرفض هذا الاضراب، وبل ان فعلا الفتاوى الدينيه حرمت هذا الاضراب لانه يعطل مصالح الاخرين، ويستطيع ان هذا الاضراب ان يجعل الخسائر تزيد اكثر واكثر. الشق الثالث وهو الصنف الثالث من رؤيته للإضراب 11 فبراير، هو بيرى ان انا انزل اقول صوتي وارجع تاني، لا مش هعمل إضراب، لا انا هعمل مظاهرة او هتظاهر ولن اكون مشاركا في الإضراب العام او العصيان المدني زي ما قيل. فالعصيان المدني هو شلل تام، لا ده هو في ناس او في فصيل يقول لا ده انا انزل شغلي وهكذا، بعد ما اخلص انزل اعمل مظاهرة تمام وهكذا. طيب دكتور محمد نور، بتوجهه سياسي وتفاهمه ودماء محيط وما يدور حولنا، تتجه لأي فصيل من الثلاثة؟ لا ما نقول لحضرتك رأي رابع. لا 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 لا, لا, لا. أنا أقول لحضرتك يعني للأسف الشديد إن كل ما يعرض أو كل واحد بيعرض وجهة نظره في الاتجاه من الثلاثة، الكل يعرض نظره وجهة نظره ويتشدق بها دون المساس بسلبيات أو دون عرض سلبيات هذا الاتجاه.
يعني اللي بيقول انا هنزل هضرب وهقعد وهعمل عصيان مدني تام وندعو الى 36 قوة واحدة.